ومرحبا بكم واسعد الله أوقاتكم بكل خير. ملعب بقيادة فوزي البنزارتي. فترة طبعا أثناء التعليق على هذه المباراة مهمة جدا. البدايات بالنسبة للمنتخب الكوت ديفوار والانسحاب منذ الدور الأول. حكم الآن ضربة البداية والبدايات للمنتخب للبنزارتي قيدوم المدربين التوانسة وصاحب كاس للمنتخب الملغاشي. من هناك كرة تسديد جانبية بعيدة على مرمى مميش المنتخب التونسي. تسديدة بعيدة الفرنسي بالرمضان. ممتازة كرة. إمكانية الاستلام علي يوسف والدفاع يدر رافيلوسان. خطيرة كرة لويك لابوسا. مميش مازالت على مارتين. لابوسا الأولى والمتابعة هنا. هذه الأولى من بوسا رجعها مميش والثانية مهم جدا هذا شنيبة. مرفوعة كرة بوشنيبة بالرأس علي يوسف ورا بن ونس وبن رمضان قابلوا الدفاع. ما زالت علي العابدي ما زالت كرة والذيع ارفيع يدخل منطقة الجزاء. حتى كرة بن ونس. بن ونس بعيدة بعيد رجي. هذا المدرب فيليكس راكو توندرابي مدرب التونسي للنادي الافريقي بعد 9 مواسم. كرة تالي بن رمضان من نيكولاس فونتين. هنا الاستلام يفتح الزاوية قوية حول المساعد مادي النفطي. هذه الوحدة الثانية تعدى بوشنيبة. ممتازة التمهيد. وين التسديد؟ وين التسديد عليه؟ المدافع رابيمان أونسوا. رابيمان 12 أمامنا وبعد طالب منتخب التونسي بشهد الحلول. العابدي سايب يسدد. بوشنيبة يسدد والدفاع لإعادة. مراوغة ممتازة من العابدي في التمهيد. بوشنيبة شوت أول أو شكاء على النهاية. هنا في ملعب رادس يطلق صفيرة نهاية الفترة الأولى الكونغولي جون جاكندالا. تالبي في المحور. هنا خص للمنتخب الملغاشي إمكانية الانفراد ويرجع تالبي وتتحول إلى هجوم آخر. رافيلوسون رافيلوسون وأمادا خطيرة والتسديد ما أخذهاش. هذه الكرة الأولى والتالبي يرجع في التوقيت المناسب. هيثم الشويني. هيثم الشويني خطيرة كرة والله. يتعدى خضراوي. كرة بالرمضان التسديد وثاني. ما هذا الخضراوي قوية تسديد الترفيع. لايوسون إبراهيم أمادا مميش في الركنية. مميش يتابع ويحط كرة في الركنة من هيثم الشويني. كما شئت التسديد خطيرة كرة. العابدي رفيعة التوزيع مرة أخرى بوشنيبة والدفاع مشي. كرة شويني. شويني يلعب قصيرة بعيدة. كرة بنوان ستعود بضربة مرمى للمادي. ممتاز المرور. خطيرة كرة. خطيرة كرة والدفاع المنتخب الملغاشي مرفوعة. كرة رفيعة مريح وقابلوا الدفاع. عدى بن ونس عرضية وشويني بالرأس. سنوات رفيعة محاولة المباغتة خارج إطار. وكذلك تعادل مع جنوب أفريقيا. هذه كرة كرة حتى خطيرة. العابدي يغلق الزاوية على مستوى القائم الأول. يغلق بلال المجري سالة في دين سوني لايتون. هذه كرة خطيرة. خطيرة كرة اللحظات الأخيرة. أدريا خطيرة ويدخل فرشيني ممتاز للعابدي. التمهيد العابدي كرة بالرأس مطالبة بضرب جزاء. صعبة الآن صعبة الآن. الرأس جزاء كانت اليد مع جسم اللاعب لم تكن مفتوحة. يد المدافع ديموليان كل كرة لمست في يده. شادوا يده بعيد بعيدة. ترجع المنتخب التونسي يمشي بلال المجري توسيع والهدف الأول. فرجاني فرجاني ساسي. فرجاني ساسي يفتتح التسجيل في آخر كرة. فرجاني حقق الأمان لهذه الجماهير التي انتظرت طويلا هذا الهدف. 1-0 للمنتخب التونسي في 8 دقائق الوقت البديل. سمد
تيلت أكثر من 98 دقيقة. أرضية من بلال المجري قادم دون رقابة. فرجاني أصعب رقم 80 يسجل 7 أهدافه، وبعد الهدف مباشرة تأتي صفيرة جاكندالا لمباراة ملعب حمادي الأغربي بانتصار اللحظات الأخيرة، انتصار الدقيقة الثامنة.